طلبات اهلا ومرحبا بكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد من موضوعات الدراسات الاجتماعيه للصف الثالث الاعدادي للترم الثاني بعنوان جمهوريه نيجيريا الاتحاديه. سميت جمهوريه نيجيريا الاتحاديه بهذا الاسم لانها كانت تتبع الاحتلال البريطاني وكانت محتله من قبل الاحتلال البريطاني، واستقلت عن الاحتلال البريطاني عام 1960 واصبحت تتكون من 12 ولايه تبع للقبائل التي كانت تسكنها، وبدأت القبائل دي تتداخل مع بعضها البعض، لذلك أصبحت جمهورية اتحادية فطارت جمهورية نيجيريا الاتحادية. وهي تعتبر مثال لإحدى الدول النامية الموجودة عندنا في قارة أفريقيا، وهي موجودة في غرب قارة أفريقيا. تبلغ مساحة جمهورية نيجيريا يا جماعة حوالي 924,000 كيلو، دي جمهورية نيجيريا تبلغ مساحتها 924,000 كيلو، وبالتالي مساحتها أقل من مساحة يا جماعة مصر اللي بتبلغ مساحتها 1,000,000 كيلو. طيب تعالى نتكلم عن الموقع الفلكي. الموقع الفلكي تقع نيجيريا بين دلتا عرض، من هنا اخر نقطه عندها، من 4 شمالا ل 14 شمالا، يبقى دلتا عرض احفظ معايا 4 ل 14 شمالا. خطيتهم من كام لكام؟ من 2.5 درجه شرقا، واعرف مكانهم فين، حتى 14.5 درجه شرقا. يبقى من 2.5 ل 14.5 ده خطي طول، من 4 ل 14 درجه شمالا دي دوائر. طيب بالنسبه للموقع الجغرافي، لو انا لاحظت كده من جهه الشمال، الشمال عندها دوله اسمها دولتين، برافو دوله النيجر. من جهه الشرق عندي دولتين، تشاد والكاميرون، تشاد والكاميرون. طيب من جهه الغرب عندي دوله اسمها دوله بنين. من جهه الجنوب المحيط الاطلنطي وخاصه خليج هنا شباب احفظوا معايا اسمه خليج غينيا، خليج ايه؟ غينيا، هو المحيط الاطلنطي لازم تكتب الاثنين. طيب ده بالنسبه للموقع الفلكي والموقع الجغرافي والمساحه. هندخل بعد كده على التضاريس. التضاريس هي يوجد بها سهول، يوجد بها تلال، يوجد بها هضاب. السهول اللي موجوده عندي نوعين، اما سهول فرضيه او سهول ساحليه. السهول الفرضيه اللي موجوده في الشمال اسمها السهول الفرضيه او السهول الشماليه، وخلي بالك دي اللي بيخرج منها نهر مهم جدا بتعتمد عليه نيجيريا في الري والزراعه، اسمه النيجر. نهر مين يا شباب؟ برافو، نهر النيجر، وده بينتهي عند السهول الساحليه هنا على خليج غينيا وينتهي بدلتا واسعه اللي موجوده في الجنوب. طيب السهول الساحليه قلنا اللي لسه قايلين عليها دلوقتي موجوده في الجنوب وبتطل على خليج غينيا وبينتهي عندها بحر النيجر بدلتا واسع. طيب بعد كده في التلال، التلال التلال اللي هو التل اللي بيبقى شبه الجبل ولكن اقل منه ارتفاعا، ودي تل السهول الساحليه، شمال السهول الساحليه، ويزداد ارتفاعها كلما اتجهنا نحو الشمال الغربي، كلما تتجه نحو الشمال الغربي بيزداد ارتفاعها. طيب بالنسبة للهضبة يا شباب، عندي أشهر هضبة موجودة فيها في دولة نيجيريا اسمها هضبة جوز، هنا كده هضبة جوز. هضبة جوز دي يا جماعة موجودة وسط السهول الشمالية، وخلي بالك طريقة حلوة وجميلة، عندي يبلغ ارتفاعها 1780 متر وسط السهول الشمالية. طيب أنا علشان أحفظ برضو معاها عدد السكان، لو أنا شفت الصفر اللي قدامي هيبقى 178 ونخليها بالمليون، يبقى 178 مليون نسمة، وده يعتبر عدد سكان نيجيريا، وبالتالي تعتبر دولة نيجيريا أكبر دول أفريقيا من حيث السكان. طيب رقم اثنين، تعالى نتكلم عن المناخ والنبات. المناخ يبقى إحنا بنتكلم عن المناخ اللي موجود، لو أنا بصيت هلاقي موقعها من 4 ل 14 شمالا. إذا هي موجودة شمال دائرة الاستواء بأربع دوائر عرض، يبقى إذا يا مستر معظم مساحة نيجيريا دي كلها تقع ضمن الإقليم المناخي المداري اللي بيتميز بارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار صيفا. أما الأجزاء الجنوبية والأطراف الجنوبية دي تقع ضمن الإقليم المناخي الاستوائي اللي بيتميز خلال الترم الأولاني بحرارة مرتفعة وأمطار غزيرة طوال العام. طيب النبات، بما إن هنا الأمطار غزيرة طوال العام يبقى إذا وجود غابات. فالغابات موجودة في الجنوب، وأهم الغابات الموجودة اسمها الغابات الاستوائية يليها الغابات المدارية. يبقى الاستوائية شمالها المدارية، وبعد ذلك شمالها إيه؟ الحشائش. طب دي حشائش حارة ولا معتدلة؟ برافو، حشائش حارة بنسميها سفنة. طيب بعد كده السكان، مين فاكر معايا قول عدد السكان كام؟ 178 مليون نسمة. طب أين يتركز السكان وأين يقل السكان؟ كنا أخذنا قبل كده اللي بيتركز السكان في السهول الفرضية، صح؟ برافو. فبيتركز السكان عندي هنا فين بقى؟ هو انا جبت لك خريطه اوضح شويه، بيتركز السكان عندي في الغرب. اثنين في هضبه جوز. ثلاثه في السهول الشماليه. طب الثلاث مناطق دول يا جماعه بيتركز بقى السكان ليه؟ لثلاث اسباب. يا اما فيها مناطق تعدين، اثنين مراعي طبيعيه، ثلاثه اراضي زراعيه. ويقل السكان في دلتا نهر النيجر في الجنوب. ليه يا مستر بيقل السكان هناك؟ قال لك بسبب الظروف
طيب ايه الموارد والانشطه الاقتصاديه؟ خلي بالك هي على الرغم من وجود جميع الموارد عندها موارد متنوعه جدا الا ان الاقتصاد بتاعها اقتصاد نامي. ليه اقتصاد نيجيريا يعتبر اقتصاد نامي؟ لانه يعتمد على الزراعه في المقام الاول. طيب عندها موارد طبيعيه، عندها مثلا ايه؟ فيها غابات، فيها مش عارف مصادر معدنيه، فيها بترول، فيها حاجات كتير جدا. بالنسبه للزراعه قلنا بالنسبه للزراعه هناك تعتبر من اهم الموارد الموجوده. فعلى الرغم من ان اكثر من نصف ساحه نيجيريا دي صالحه للرعي والزراعه اكثر من نص، الا ان المستغل فيها لا يتجاوز 10% شباب، لا يتجاوز 15% من المساحه. النص بس اللي احنا يعني اكثر من نص صالح للزراعه، لكن 15% بس هو المستغل فعلا. واكثر اقليم زراعي موجود عندي هو الاقليم الغربي الجزء ده. ده اكثر اقليم زراعي موجود عندي. طيب اهم المحاصيل اللي موجوده فيها مثلا عندي محاصيل موجوده في الجنوب ومحاصيل موجوده في الشمال والوسط. اللي في الجنوب دي اثنين، عندي اول حاجه المطاط بيدخل في صناعه قطارات السيارات وهي تعتبر اول دول افريقيا انتاجا للمطاط. طيب اثنين عند الارز وهي تعتبر ثاني دول، ده في الجنوب تعتبر ثاني دول افريقيا انتاجا للارز بعد مين؟ برافو مصر. طيب بالنسبه بقى للمحاصيل موجوده في الشمال والايه؟ والوسط. تتنوع عندها المحاصيل، لاحظ معايا هتلاقي ان معظم المحاصيل موجوده عندها حبوب زيتيه. عندي اللي موجوده في الشمال والوسط زي ايه؟ اول حاجه في الفول السوداني، في الذره الشاميه، الذره الرفيعه، نخيل الزيت والكاكاو. طيب بالنسبه للرعي، خلي بالك تمتلك ثروه حيوانيه ضخمه كتير. ليه؟ قال لك بسبب وفره مراعي حشائش السافانا، فهي عندها الابقار والاغنام والماعز وغير ذلك. طب ثروه سمكيه، عندها ثروه سمكيه، تمتلك ثروه سمكيه ضخمه بسبب طول سواحلها على خليجيريا اللي هو المحيط الاطلنطي من جهه الجنوب، ووفره الانهار والبحيرات بداخلها ومع نهر النيجر. طيب بعد كده لو كنا اتكلمنا عن سبب الاسباب هناك بالنسبه للتعديل ومصادر الطاقه. قلنا المصدر هي عندها ايه؟ عندها ثلاث مناطق بثلاث حاجات مهمه نحفظها. اول حاجه لو انا قلت لك هذا الجزء يستخرج منه القصدير. هذا الجزء بناخد منها القصدير. طيب المنطقه الشرقيه بناخد منها الفحم، يبقى يتم انتاج الفحم من المنطقه الشرقيه في نيجيريا. طيب في الجنوب الشرقي قرب الساحل، في الجنوب الشرقي المنطقه دي كده بيتم فيها انتاج البترول، وبتنتج بترول بكام في الميه؟ 3% بكميات كبيره على فكره. فهي بتنتج 3% وخاصه في الجنوب الشرقي قرب فين؟ قرب الساحل. طيب بعد كده الصناعه، الصناعه هناك في نيجيريا ليست متقدمه وليست متطوره على الرغم من وجود موارد، ما بيهتموش بحاجه غير الزراعه. فهم هناك عندهم الصناعه ليست متقدمه وليست متطوره. الصناعات الموجوده هناك عندها صناعه ايه؟ صناعات كيميائيه. اثنين عندها صناعه تكرير البترول، عندها صناعه الغسل والنسيج، عندها صناعات الغذائيه. طيب لو انا رجعت لاهم المدن اللي موجوده، كان عندهم مدينه مشهوره وكانت معروفه قبل كده اسمها مدينه هنا اسمها لاجوس. افتكر هذا الجزء هي مدينه لاجوس. لاجوس دي كانت تعتبر اكبر المدن النيجيريه واكثر تحدثا بالسكان. مدينه لاجوس شوف له الخريطه كده عليها المدن، ادي مدينه لاجوس بالشكل اللي قدامنا ده يا جماعه. دي كانت تعتبر هي العاصمه القديمه واكبر المدن النيجيريه واكثر تحدثا بالسكان. فقال لك لا احنا عايزين نعمل مدينه جديده وتبقى العاصمه الحاليه، فتم انشاء مدينه جديده سنه 1976 وهي مدينه ابوجا، وهي العاصمه الحاليه وهي مدينه داخليه حديثه. طيب عندي بعد كده مدينه كمان اسمها مدينه ايبيدان. ايبيدان دي هي تحتل المرتبه الثانيه بعد لاجوس من حيث الاهميه، وهي مركز للتجاره والنقل والمواصلات. طيب اهم العلاقات الموجوده اكيد في علاقات ما بيننا وبين نيجيريا، في علاقات اهمها علاقات اقتصاديه. واحد احنا بنصدر لهم ايه وبنستورد منهم ايه؟ بنستورد منهم السلع الزراعيه اهمها الحبوب الزيتيه اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس. طب احنا بقى بنصدر لهم ايه؟ اعمل معايا كده هما ست نقط هنعملهم الاثنين مع بعض. اولا المعدات الثقيله على اطارات، يبقى معدات واطارات. في محولات الكهربائيه ويبقى بها اسلاك نحاسيه. اخر حاجه المواسير الالومنيوم وايه؟ واسمده. وبهذا نقول